طرف المؤسسة أو حتى من طرف السلطات هناك في المنطقة؟ أولا كرد فعل أول يمكن الإشارة إلى أن السيد مدير الصحة برر ما يحدث في ولاية البيض من رمي للنفايات الطبية بأنه غير معقول كما ورد في التقرير، كما أنه أكد أن العملية برمتها هي عبارة عن تصفية حسابات بين عمال المؤسسة والمدير بغرض الإيقاع بها. طيب نور الدين الرحماني، فقط هذا كان تصريح لمدير الصحة بالمنطقة بالبيض. نعم بالفعل بالفعل تفضل. سيدي تصرح. تفضلي. تفضل، الكلمة لك نور الدين الرحماني. مدير الصحة لولاية البيض أكد أن العملية برمتها هي عبارة عن تصفية حسابات بين المدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالبيض وكذا عمال المؤسسة، وأنه أكد أنه تم فتح تحقيق لتحديد الفاعلين واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك. ليبقى زميلتي لمسي سمحتي لي أن ظاهرة رمي النفايات الطبية وسط سكان مدينة البيض ليست بالظاهرة الجديدة، كما أنه دائما جريمة تبقى، وهو للأسف دائما جريمة بلا عقاب. فقد سبق وأن تم العثور على نفايات طبية خطيرة سنة 2012 مرمية بضواحي مدينة البيض. الغريب أن هذه المرة أن النفايات كان يتم رميها بمحيط مدينة البيض وبعيدا عن السكان، إلا أن هذه المرة تم رميها وسط مدينة البيض وقرب من أحياء آهلة بالسكان. نعم. تفضل زميلتي. طيب نور الدين الرحماني، نظرا للانعكاسات السلبية على صحة المواطنين والأخطار التي تحدق بهم وخاصة بالأطفال، يعني المواطنين لم يتطوعوا ربما للقضاء على هذه الظاهرة؟ ما حدث اليومين الماضيين بمدينة البيض أنه تم فتح تحقيق أمني معمق من طرف الجهات الأمنية المختصة، الطرف الوطني والأمن الوطني. السكان بدورهم نظموا حملة نظافة بالأماكن التي رميت بها هذه النفايات، وتم هذا بالتنسيق مع جهات إدارية الأمانة العامة لولاية البيض من أجل تنظيف المحيط، وتم تخصيص معدات وآليات كبيرة لهذا الغرض. نعم. لتبقى المفارقة، وهي زميلتي إن سمحت لي، أن 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 مديرية الصحة لولاية البيض وحسب مديرها دائما قامت باقتناء عدد بقيمة 5 ملايير سنتيم خاص بحرق النفايات الطبية، والمؤسسة المتهمة في هذا الملف تحصلت على جهاز حرق النفايات الطبية شهر أفريل الماضي، ما يدفعنا إلى طرح التساؤل، والتساؤل التالي: لماذا لم يتم حرق هذه النفايات؟ ولماذا تم يبقى رميها دايما السؤال. هكذا نعم خطر على الطبيعة وعلى الإنسان؟ نعم، يبقى دايما السؤال مطروح إلى حين استجابة السلطات إلى نداء المواطنين إن شاء الله. على كل، شكرا جزيلا لك نور الدين الرحماني، كنت معنا مباشرة من ولاية البيض، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، عفوا، شكرا.